انا ما اتجوزتش كتير، جوز صغيره جدا، كان عندي 21 سنه، جوز سنه واحده بس. سيبنا بعض، مش خيانه، كم سنة قعدتي؟ سنه، سنة، عشان تقولي اقل مش كمان كتير. من سنه، ونتج عنها طفله، تمام، هي ربنا دلوقتي 6 سنين. يخليها. احارب، انا كنت وقتها صغيره جدا، ما كانش في امكاني ان انا اقدر ان انا احارب، او ان انا زي ما بيقولوا اخد بطاري. بس احنا كبشر جواكي بيبقى في جواكي حرب. اخد بطاري يعني. انا كلمة دلوقتي فكرة لفتت نظري تحرير الرجل، يعني حرب تحرير الرجل. بالظبط. لا انا عايزة دلوقتي، انت خدتني قطعتني عن حاجات كتير جدا، ضيعت شخصيتي تماما كأنا واحدة صغيرة هو اللي بيضيع في شخصيتك سنة ولا انت اللي بتقبلي ان انت شخصيتك تتمحي وتعملي له الشخصية اللي هو عايز يشوفها؟ لا انتي كحب كواحده صغيره داخله على العلاقه دي كان عندك كام سنة؟ 21 يعني سنه، مفيش خبرة أصلا مفيش في اي الحياة، خبرات وانتوا ما طولتوش كمان بالظبط. يعني. فانتي داخله، هو شايف ان هو اتجوز فهو قطعك عن كل حاجه في الحياه، فده طبعا كان أول ما كونفليكت اتطلقتوا اتجوز ولا اتجوز لا هو واتطلقتوا؟ ما اتجوزش، بس كانت الحرب نفسيه جدا. يعني ف انتي جيتي اتطلقتي وبعد كده اتجوز. اه لا هو لسه هو ما اتجوزش، اه طيب. لا لا هو ما اتجوزش، بس الحرب النفسية اللي هو يعني في خلال السنة دي انا وقفت جنبك من داي وان، احنا بدأنا في حياتنا فضلت واقفة جنبك، فكانت النتيجة ان انتي بتقفي جنب حد بدأ ان هو يقطعك عن كل حاجة في الحياة، واللي هو انتي ميدالية مفاتيح. فلو انا رجع بيا الزمن، لا هضطر ان انا هبقى عايزة طب ما انت ارجع اللي بترضي تكوني مديلة مفاتيح. غصب عنك، ما هو لا علشان مش كده غصب الحياة عنك. انتهت. ليه غصب عنك؟ ما هي الحياة انتهت، انت عايزة تحافظي على بيتك وبيت والأسرة والمجتمع يبص لك ازاي ونظرة هل ان انا المجتمع. عشان شفتي ضرورة دايما ان انا نقول احافظ على المجتمع. بيتي لازم شخصيتي تتمحي، او لازم اعمل له الشخصية اللي هو عايز يشوفني لا فيها؟ ما هي علشان كده الحياة انتهت، هي الحياة انتهت عشان كده، لان انا ما اعرفش ابقى كده، مش عارفة ابقى كده. لا، انتوا طبعا وهو مش ما هيقبلك طولتوش كده يعني كمان. سنة دي بيتعرفوا على بعض. خطبتوا بالظبط. قد ايه يعني؟ عشان برضو دي اربع مهمة. شهور 4 شهور قليل قوي انك تعرفي الشخص هتعيشي معاه يعني، وبرضو سنة قليل على ان انا اصبر وحامل، وطبعا فيها منها 9 شهور حمل، فبرضو طبعا. يعني لا ما ما انت لحقتيش دخلتي ولا تنعزلي على الحياة غير بالظبط، للحمل بس بس وخلاص. دخلتي في حاجات ما كنتيش تتخيلي انك تدخليها وفي سن صغير جدا، فاصبحوا بعد كده في المشاكل بقى في حاجات غريبة بتظهر، فطبعا بقى عندي من جوه حتة الانتقام، فانا صغيرة مش ازاي عارفة. خدتي القرار في سنة؟ يعني مين؟ مفيش حد في الأسرة قالك لا انتي لسه صغيرة اصبري في بيبي؟ يعني برضو لوحدك ولا بتبصي للمجتمع هنا؟ لا انا الاول كنت ببص للمجتمع، بس بعد الانفصال احنا ما انفصلناش رسمي على طول، احنا قعدنا حوالي سنة ونص انفصال بعيد عن بعض، ما منفعش الاصلاح خالص لان ما كانش فيه هلا، يعني اي ايه فكرة الانتقام؟ انتي قلتي كلمة الانتقام دي كتير قوي، منه يعني ولا ايه من مين؟ فكرة الانتقام؟ فكرة الانتقام ان انت اتعمل فيكي حاجة ما كنتيش تتخيليها، انت حد جه عزلك عن كل حاجة وفجأة هو بقيتي. غدر بيك يعني؟ هو لما طلقك فجأة ما كنتش متوقعة ان لا هو ما كنتش هيطلقك؟ متوقعة، لان احنا كنا مفروض نرجع لبعض وفجأة قالوا انتي خلاص طالق. ف يعني طول السنة بلا وشوية دي مقدمات في الانفصال انت ما طلبتيش طلب؟ لا كنت طلبت اللي هو ايه، طب انا يعني هعيش ولا مش هعيش، هنكمل حياتنا ولا مش هنكمل لسه حياتنا بتتساءلي يعني، بالظبط. لسه ما فانا كنتيش طالب. اصبحت ام ومعايا طفلة ملهاش ذنب لأي حاجة، انت بوظتلي حياتي كلها وسن صغير، فمحتاجة ايه؟ انا مش معاكي في الحكايه دي. لو انا من ماما يعني اقول لك اجمدي وخلي عندك شخصيه وابتدي حصل، وكوني قويه ما هو ده اللي حصل وتبتدي من جديد. صح، برافو عليكي. بعد بنتي، بعد يعني بعد حوالي 6 شهور او 7 شهور من المعافرات، ومن انا لقيت ان حياتي انا نفسي بدأت خلاص نهيت الكلام ده، وبدأت اشتغل واشوف نفسي واشوف حياتي، وبدأت انا شخصيا اتغير. بس النفس صح، البشرية دايما اللي هي ايه، انا عملت ايه، انا عايزة اخد حتة الطار او حتة ان لا انا ارجعه بقى تاني طب ما واحسس. تستغلي الطاقة والقوة اللي عندك دي عشان انت نفسك، هي قالت عشان انت تقفي ما هو وتنجحي ده اللي حصل، وتتغيري انا كنت وتبقي واحده قوية. مهدومه جدا، مهزومه جدا، ضعيفه جدا، مش قادره ابص في وش الناس، مشيت على كلام المجتمع بس، وقفت مع نفسي اللحظه، وده كان اهلي هم اللي كانوا سبب فيه، اللي هو لا اقفي على رجلك وخليكي طب قويه. واللي اختار مين، انت ولا اهلك في الاختيار؟ الاختيار كان ما بيننا احنا الاثنين طيب لكن انت يعني اللي بتختاري وبتقولي انا عايزه الشخص ده وخلاص. بالظبط.
انا مش مع فكره ان هو يبقى على طول الخط وحش، يعني بنحترمه وهو مش موجود طبعا، ممكن يكون في حاجات، لا بس هو انتوا بني ما ادم محترم تفهمتوش، جدا يعني، انت هو بس خدتي الصدمه، وما بقاش الواحده في اول صدمه بتبقى عندها ما فيش توازن تمام وشويه ما عندهاش ثقه في نفسها، اول ما بتاخد ثقه في نفسها بتقف على رجليها.